يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في شرح المحاضرة الأولى من مادة Introduction to Medicine and Medical Terminology. أنا ميرا خشان من دفعة صميم، رح أكون معكم هذا الفصل إن شاء الله بشرح هاي المادة أنا وزملائي. بالنسبة إلي هاي المادة كانت أحلى مادة بكل سنة أولى، فعلا كتير مفيدة وكتير كنت أحب أدرسها يعني أكثر من باقي المواد. بس قبل ما نبلش هيك نصيحة صغيرة، ياريت يعني تعتمدوا افهموا المادة، ما تقعدوا تحفظوا فيها ونقاط لأنه هيك رح تصير زي التاريخ، حرفيا زي التاريخ والجغرافيا والمواد المملة هاي. فحاولوا افهموا الفكرة العامة والأشياء اللي بدها حفظ، رح يكون كتير سهل عليكم أصلا تحفظوها، وهيك بتقدروا إنه تضمنوا إنه رح تجاوبوا تقريبا كل الأسئلة بالامتحان من فهمكم. بعض طبعا أكيد في نقاط بتحتاج للحفظ، بس زي محاضرتنا اليوم يعني ما بتحكي عن مادة علمية بحتة أو معلومات طبية، فلو فهمتوا رح تجاوبوا بدون ما تحتاجوا تكونوا حافظين النقاط بشكل دقيق. محاضرتنا اليوم تحكي عن إشي كتير مهم اللي هو professionalism، المهنية. لو إجينا نحكي أو نعرف البروفيشناليزم بشكل عام، فهي الأخلاق والسلوك اللي لازم يتبعها أي شخص بيشتغل بأي مؤسسة كانت. فإيش مطلوب منكم كأطباء لحتى نقدر نحكي عنكم بروفيشنال؟ في عنا هون 5 نقاط. أول إشي الإثيكال براكتس، واللي هي الممارسات الأخلاقية. مثلا ما منفع الدكتور يستخدم المعلومات الشخصية والخاصة بالمرضى تعونه لأغراض بحثية بدون ما يأخذ إذنهم. هاي بيرسونال ستاندردز اند بيهيفير، لازم الطبيب يكون عنده معايير ومبادئ معينة يرتكز عليها بتصرفاته وأفعاله. Accountability to the profession and society. Accountability يعني إنك أنت تكون responsible، تكون مسؤول عن أفعالك. الطبيب دائما مسؤول عن أفعاله وقراراته. Physician led regulation بمعنى إنه أنت تتبع الأفعال والتصرفات اللي بالعادة بيعملوها باقي الأطباء كنظام، مثلا تعامل مع المرضى، طريقة اللبس، الأشياء اللي زي هيك. Maintenance of personal health يعني أنت كطبيب لازم تحافظ على صحتك. ما هو يعني مش منطق، يعني أعطيكم مثال، دكتور ناصح كتير وإجا عنده مريض برضه ناصح، فالدكتور صار ينصحه إنه مثلا لو عملتي عملية الفلانية تكميم معدة مثلا رح ينزل وزنك وصحتك رح تصير أحسن وضغطك رح يبطل هالقد عالي ومش عارف شو. فهلأ كمريض أكيد مش رح أقتنع أعمل هاي العملية ولا رح أشوف إنها مفيدة، لأنه الدكتور اللي بده يعمل لي إياها أصلا ناصح، يعني الأولى كان يعملها لحاله ويفيد حاله بدل ما يفيدني. فأهم إشي أنت كدكتور تحافظ على صحتك علشان أصلا المرضى يقتنعوا بكلامك. Professionalism in medicine requires the physician to serve the interests of the patient and community above his or her self-interest. هلأ مثلا الطبيب لازم دائما يبدي مصلحة المريض على مصلحته، يعني كدكتور مش لازم تمشي ورا مصلحتك الشخصية وتلغي مصلحة المريض. يعني لو خلينا نحكي إجاك مريض وانت عطيته الدواء الفلاني وانت عارف انه في دواء أحسن منه ومفعوله أفضل بفيد المريض أكتر بس ما عطيته إياه، ليش؟ لأنه الدواء الأولاني الشركة مثلا اللي بتصنعه بتعطيك نسبة انه كل ما بعت أكتر وروجت الدواء أكتر انت لك نسبة يعني أعلى. فهذا الإشي أكيد مش professional، مش مهني. Their work requires، دائما لازم يعني نقتنع أو نعرف إنه العمل الطبي requires mastery of the art, science, practice and medicine. الطب هو فن، لازم أنت تعرف كيف تمارسه. A physician's professional identity is central to his role. يعني أنت مهنيتك كطبيب هي المحور الأساسي في عملك. The professional role reflects society contemporary expectations of physicians. هلأ بالمجتمع بشكل عام الكل بنظر للطبيب نظرة إنه هو الإنسان المنيح اللي من الطبقة المتعلمة والمثقفة، فأكيد بتوقع منه أفعال معينة. هاي الأفعال في عنا 4: clinical competence، يعني ببساطة أنك أنت تكون شاطر بشغلك، يعني لما يجيك مريض تعرف تفحصه تشخصه تعطيه العلاج المناسب، مش تكون لا عارف تفحصه ولا تأخذ منه الهيستوري ولا يعني تكون أنت طبيب ناجح. Commitment to ongoing professional development،
هلا زي ما بنعرف إنه دائما العلم بتطور، الإشي الواحد بيدرسه من 10 سنين غير اللي فعليا حيكون موجود هلا. يعني لو عندنا جراح كان يستخدم أدوات معينة بالعملية من 20 سنة، أكيد هلا الأدوات هاي كلها راحت وصار في أدوات تانية وتقنيات جديدة. فأنت لازم تكون دائما up to date، لازم دائما تطور حالك وتضلك تدرس وتتعلم إيش الأشياء الجديدة اللي قاعدة تصير عندنا بالطب. promotion to the public good، يعني انت دائما لازم تروج او تنصح الناس بالافعال المنيحه لصحتهم. يعني كطبيب دائما متوقع منك يعني بهاي الظروف تنصح الناس انه البسوا كمامات، تباعدوا، ما تتجمعوا اعداد كبيره. ومن هذا الحكي adherence to ethical standards and values، زي اللي حكينا هلا من شوي، انه انت تكون عندك اخلاق عاليه، تكون صادق، altruism، عندك ايثار، humility، عندك انسانيه وبتتعاطف مع المرضى. واكيد respect to potential conflict of interest، لما يصير في عندك تعارض بين مصلحتك ومصلحه المريض اكيد مصلحه المريض اهم. Also to provide optimal patient care, physicians must take responsibility of their own health. زي ما حكينا فوق and well-being of that for their colleagues. زي ما حكينا فوق إنه أنت كطبيب لازم تحافظ على صحتك. Professionalism is the basis of the implicit contract between the medical profession and society. هلا implicit contract هي خلينا نحكي زي نظرية من الفلسفة إنه في زي ما بيحكوا عقد بين المهنة الطب وبين المجتمع، اللي هي مبنية على granting the privilege of physician-led regulation with the understanding that physicians are accountable to patient. الدكتور أو الطبيب هو مسؤول للpatient، للsociety، للمجتمع، وأكيد لمهنته. وهلأ كمان شوي أكيد رح نحكي عنهم. تمام طلعت من أيوة هيها. Which of the following acts is considered the professional؟ هلأ هذا الإشي كتير مهم تفهمه كيف الواحد ممكن يحله، لأنه أكيد رح يجيكوا سؤال زي هيك. هلأ هون في عنا حالات لتصرفات معينة من طلعت من أطباء، فإحنا لازم نحدد هل هذا الإشي professional مهني ولا مش professional. ما في داعي تحفظوا إشي، يعني هي يعني مجرد أمثلة وببساطة الواحد بيقدر يحلها. أول وحدة physician looks good neat and tidy، يعني الدكتور قاعد يطلع بمنظر جيد وأنيق ومرتب، فهو أكيد إشي professional. ليه؟ لأنه هو عمل واحد من الأشياء المطلوبة منه أنه هو يحترم وظيفته والمكان اللي جاي عليه والناس اللي رح يشوفهم من مرضى ومن زملاء. Signing the attendance sheet, take the certificate and go without attending the activity because he is busy. يعني مثلا في عنا مؤتمر أو اجتماع وإنت يعني أثبتت وجودك، مثلا إنه حدا وقع عنك أو حدا حطك من الحضور وإنت فعليا ما حضرت لأنك مشغول، أكيد هذا الإشي مش بروفيشنال. ليه؟ لأنه إنت هون بتثبت إنه إنت مش صادق برغبتك لحتى تطور مهنتك ومؤسستك، يعني المكان اللي بتشتغل فيه. أكيد هذا الإشي أبداً مش professional. Third one of the surgeons has announced about himself. يعني أنت مؤتمر أو اجتماع أو أي كان وإجا واحد من الجراحين، إيش كيف بده يعرف عن حاله؟ إيش حكى؟ دكتور مارك MD FRCS the best plastic surgeon in the Middle East. يعني واحد عرف باسمه وعرف بشهاداته، لو سمى حاله كمان انه هو افضل جراح في الشرق الاوسط. اكيد مش اشي بروفيشنال. لازم الدكتور يكون عنده تواضع، يكون هو متواضع، مو اصلا مو هو اللي بيحدد انه هو البيست سيرجن ان ذا ميدل ايست. هذا اشي اكيد غلط. Fourth example, one has used his female patients' information to add her to his Facebook account. يعني واحد اجته مريضة بعدين أخذ اسمها، أخذ رقمها أو أي معلومات عنها لحتى يقدر يوصل للطريقة يتواصل معها مثلا عن طريق الفيسبوك. أكيد إشي غلط، لأنه لازم يكون في حدود بين الدكتور والمريضة ولازم ما يخترق خصوصيتها أصلا وياخذ معلوماتها. The last one physician has avoided unnecessary eye physical contact with patients of the opposite gender. يعني لازم الطبيب يتجنب أي eye أو physical contact مع المريض لو هو يعني ما في حاجة إله للتشخيص. يعني لو عندنا دكتور ذكر ومريضة أنثى، ما في داعي مثلا يعمل أشياء هو مش بحاجة إلها، مش بحاجة يشوفها لحتى يعني يطلع بالتشخيص ويعرف إيش المشكلة اللي بتعاني منها هاي المريضة. وهذا إشي كتير مهم، فبالتالي هو professional، اللي هو لأنه هو تجنب
unnecessary eye or physical contact. هلأ هون هذا البوكس كله بيشرح اللي حكيته فوق بالضبط، يعني اللي حكيته ما في إشي جديد. Okay, why is knowing about doctor relationships and duties is important؟ يعني ليه إحنا قاعدين ندرسكو هاي المحاضرة، الدكتور عطاك إياها وإحنا نشرح لكم عنها، ديش أنتوا لازم تعرفوا شو الواجبات أو الديوتيز تاعكم. Are doctors educated to be clinicians only؟ يعني هل الدكاترة بس واجبهم إنه يجي والله يشوف المريض يعطيه العلاج بعدين خلاص؟ Classically, doctors have been educated to be clinicians who manage patients in hospitals. أكيد هذا الإشي لا، لأنه بالأخير الدكتور، يعني هلا رح نحكي عن النقاط، هو قاعد يشتغل جوا تيم، مش قاعد يشتغل محاله، بعدين هو قاعد يتعامل مع جسد وروح، يعني مريض عنده جسد وروح، مش قاعد يتعامل مثلا مع سيارة بس بده يصلحها وخلصنا، هو مش قاعد بس، يعني مش وظيفته بس إنه treat sick bodies only، أكيد هذا الإشي كتير غلط. Traditional medical education has produced medical doctors who think they are the most important component in the healthcare system. يعني للأسف بنلاقي بعض الأطباء بيفكروا إنه هم أهم إشي بالمنظومة الصحية وهم يعني محور الاهتمام، وهذا الإشي أكيد غلط. طب ليه هم بيفكروا هيك؟ This is inflated by the fact that it is the doctors who give instructions and lead the team in a clinical settings. هلا الدكتور هو اللي بيعطي التعليمات instructions، وهو بيكون اللي دار. فهذا الإشي بخلي الأطباء مرات يفكروا إنه هم أهم إشي. هلأ هو هذا يعني بالمطلق مش تصرف غلط، يعني this is not necessarily a bad thing، بس لازم إشي كتير مهم إنه الدكتور remember that a doctor is a member of team. يعني الدكتور لازم يتذكر إنه هو مش قاعد يشتغل لحاله، هو بيشتغل بتيم، فهو مطلوب منه يكون متعاون معهم. طيب who is the most important component in healthcare؟ مدام حكينا إنه الأطباء مش هم أهم إشي بالهيلثكير، إذا مين أهم واحد؟ The most important component is the patient. Then the patient is the focus of healthcare. وهذا أكيد سؤال رح يجي بالامتحان. Then who is the focus of the healthcare? Who is the most important in healthcare component in healthcare? The patient. فبالتالي بما إنه أهم إشي، يعني زي ما بنشوف بالصورة، بما إنه هو أهم، فكل العاملين لازم يقدموا له الرعاية ويهتموا فيه. Then doctors should give patient a centered care، هو محور اهتمامهم لازم يكون. فهذا الاشي ايش معناه؟ انه هم دايما يشوفوا احتياجه، ايش رغباته، ما يفرضوا عليه مثلا طريقة علاج معينة هو ما بده اياها، لازم يركزوا على الجانب الفيزيكال الجسدي سوشيو كلتشرال الثقافي والاجتماعي وسايكولوجيكال. يعني مثلا في مرضى يعني من خلفيات ثقافية مختلفة واجتماعية مختلفة، في ناس ممكن يتقبلوا علاج معين، ناس تانين ما يتقبلوه. Are we treating sick bodies only؟ زي ما حكينا هلأ أكيد المريض هو مش سيارة أنت جاي تصلحها وتطلع، هذا جسد وروح، أنت لازم تهتم بالجانب أيضا النفسي والجوانب الأخرى. تمام، هلأ نيجي نحكي عن كتاب اسمه فردوس الحكمة. هلأ زي ما حكى دكتوركم بالشرح إنه we are lucky to have فردوس الحكمة. شو هو فردوس الحكمة؟ هو the first encyclopedia، أول موسوعة طبية أنشأها أبو الحسن الطبري قبل 1200 years ago. طب نحكي شوي عن أبو الحسن الطبري بعدين نرجع لفردوس الحكمة عن شو بيحكي بالضبط. أبو الحسن الطبري هو مسلم physician طبيب وسايكولوجيست، يعني طبيب نفسي فعليا، ألف كتاب فردوس الحكمة ليحكي لنا أكتر described very well how the physician should be، كيف لازم يكون الطبيب، إيش أخلاقياته، كيف لازم يتعامل. هلا رح نحكي شوية أشياء كانت موجودة بالكتاب. أول إشي be modest متواضع، virtuous شريف، و merciful اللي هو الرؤوف، wear clean clothes لازم تيجي بملابس نظيفة مش وسخة، be dignified اللي هو إنك تكون محترم وتتعامل بطريقة لبقة مع المرضى، have well groomed hair and beard إنه يكون شعرك ولحيتك مهذبين، select his company to be persons of good reputation يعني أنت تلتحق بالمؤسسة اللي سمعتها طيبة ومنيحة وأشخاص كمان سمعتهم جيدة،
be careful of what he says، تنتقي كلماتك وتعرف شو تحكي وما تحكي أشياء ممكن تجرح المريض وتأثر فيه على المدى البعيد. Not hesitate to ask forgiveness if he made an error، يعني الطبيب البروفيشنال هو لما يغلط بيعترف بغلطه وبيروح بطلب المسامحة والاعتذار من المريض. Be punctual and reliable، خليك دقيق ومصدر معتمد وموثوق بكلامه. Not wrangle about his fees، ما يكون كل همك بالشغل هو الراتب آخر الشهر وطلك دائما تجادل إنه ليه راتبي كذا ومثلا بدك أعلى وإلى آخره. لا تكون إنسان مادي. Not give drugs for a pregnant woman for an abortion، abortion يعني إجهاض، unless necessary for the mother's health، يعني أنت لو إجتك مرة حامل وبدها تجهض جنينها لأسباب خاصة فيها، أكيد غلط تعطيها أنت دواء يخليها تجهض الجنين إلا إذا كان هذا الإشي بيأثر على صحتها. Be decent towards women، تعامل مع الأنثى أو بشكل عام مع الجنس الآخر بطريقة لبقة، يعني الأنثى تتعامل مع الذكر والذكر يتعامل مع الأنثى بطريقة لبقة. Not divulge the secrets of his patients، ما تعمل أو أنه تفشي أسرار مريضك. Don't break your patient's confidentiality. Speak well of his colleagues، تحكي بطريقة منيحة عن زملائك وما تذمهم. Not honor himself by shaming others، يعني ما تيجي تمدح حالك على حساب ذم الآخرين. As medical doctors where are we، أنت كدكتور وين لازم يكون موقعك؟ في أكتر من كيس أو أكتر من مكان. أول إشي بالهوسبيتالز بالمستشفى، يا إما بتكون student زي مثلا طلاب الكلينيكال سنة رابعة وخامسة وسادسة وطلاب الامتياز والمقيمين، هذول كلهم students قاعدين يتعلموا. أو هيلر اللي هو المعالج زي مثلا دكتور بتحجز عنده موعد بتروح تشوفه. كولابوريتر اللي هو إنه بتعاون بيحاول ينسق الأمور ويتعاون مع التانيين. مانجر زي مثلا مدير المستشفى. ريسيرشر اللي هو الباحث اللي دائما بيعمل إحصائيات ووظيفته يشوف يعني يراقب العمليات والعملية الطبية كيف ماشية ويحاول يشوف شو في أشياء جديدة يستنتج. ميديكال كوليج ستودنت زيي وزيكم طلاب. إديوكيتر اللي هم الدكاترة اللي بيدرسونا، الشخص الدكتور اللي بيعطي علمه لطلاب بيعلمهم. ريسيرشر اللي هو الباحث، والمانجر زي مثلا نحكي زي مثلا عميد الكلية. Ministry of Health اللي هي وزارة الصحة، المانجر زي وزير الصحة دكتور نذير عبيدات. بلانر اللي هو بيخطط كيف الأمور رح تمشي، يعني زي هلأ بوضع كورونا اللي بيحكي متى رح يكون الحظر، ساعات الحظر، إيش المحلات اللي تفتح ومتى تفتح ومتى تسكر وهاي الأمور. ريسيرشر برضو الباحث زي اللي مثلا بيعملوا إحصائيات عن عدد الناس المصابين، عدد الوفيات، نسبة الشفاء وهاي الأمور. Community اللي هو بالمجتمع أو بالمجتمع. Health Educator تكون توعي الناس عن صحتهم أكتر. Advocate، Researcher and Healer. الأدوفيكيت زي مثلا يعني هو تقريبا نفس المعنى اللي هو بأيد القرارات ويعني برضو بنصح الناس بيعملوا أشياء إيجابية بالنسبة لصحتهم. هلأ رح نرجع نحكي عنهم نفس اللي حكيتهم هلأ بس نمر عليهم سريعا. أوكي، collaborator هو إنسان المتعاون. Are physicians effectively work within a healthcare team to achieve optimal patient care. Health educators are physicians who share their medical knowledge with their patient in a language they understand and in a way that is culturally acceptable for patients. The aim is to keep them healthy in the future, not just to cure their current illness. يعني مش الفكرة لما يجي واحد يوعي الناس إنه بس يحللهم مشكلتهم الحالية، برضو إنه يعملهم وقاية للمستقبل. زي مثلاً اللي خلينا نحكي بيكونوا مثلا ناصحين وبدهم ينحفوا انه يعطوهم مثلا اشياء معينة يأكلوها وشو ما يأكلوه، طبعا انه لازم هذا الاشي يكون لايف ستايل لهم، طريقة حياتهم، مش انه والله فترة عبين ما تنحف بعدين ترجع لحياتك الاولانية وترجع تاكل كتير. Managers are physicians who are integral participants in healthcare organizers، اللي هم المدراء او المسؤولين، وطبعا لازم يضمنوا انهم يوزعوا resources بطريقة عادلة لا يضمنوا انه يكون الهيلث كير سيستم النظام الصحي افكتيف وفعال، يعني فعال.
ريسيرشرز حكينا عنهم بيعملوا أبحاث، بيطلعوا بمعلومات جديدة، ديسيمينيشن، بنشروا هاي الأبحاث والمعلومات اللي وصلوا لها، ما بيخلوها إلهم لحالهم، بيحتكروها. أبليكيشن بيطبقوا، ترانسليشن أوف ميديكال نوليدج، بترجموا وبيطبقوا هاي المعرفة الطبية. كوميونيكيترز هو الإنسان اللي بيكون حلقة الوصل بين المريض وبين الدكتور، يا إما بيكون before, during and after the medical encounter. يعني زي مثلا في طبيب بالعملية، بيعمل عملية لمريض وصار في شغلة معينة بالعملية، بقدر هذا الشخص يطلع مثلا يخبر أهل المريض أو يكون إذا في إجراءات معينة لازم يعملوها. Health advocates, physicians who responsibly use their expertise and influence to advance the health and well-being of individual patients، زي ما حكينا اللي هم بقدموا نصائح للمجتمع. Medical expert اللي هو physicians who integrate all the doctor roles، يعني هو عبارة عن هذول كلهم. Applying medical knowledge, clinical skills and professional attitude، إذن medical expert بيشمل هذول كلهم. تمام. طيب commitment to the contract، إيش الأشياء اللي الطبيب ملزم يعملها تجاه أشخاص وأفراد معينة؟ هلا رح نحكي عنهم. Professionalism is the basis of the implicit contract، زي ما حكينا عن النظرية implicit contract، هي نظرية من الفلسفة أو نظرية فلسفية، فهي بتكون بين المجتمع والميديكال بروفيشن، المهنة الطب. بس مختصر هذا الحكي كله إنه وين ما كان متواجد هذا الدكتور، بأي مرحلة كان وبأي مكان رح يكون فيه، هو ملزم إنه يعمل التزامات معينة تجاه أشخاص معينة وتجاه مهنته. إذا at all levels he has a commitment to the progress of the profession. رح نحكي عن الكوميتمنتس هدول. أول إشي commitment to the patient، اتجاه المريض. هلأ كل اللي رح نيجي نحكي عنهم بالكوميتمنتس تقريباً أنتوا عارفينهم كلهم، ما في أي معلومة جديدة بالمرة، بس رح نمر عليهم سريعاً. Demonstrate a commitment to patients by applying best practices and adhering to high ethical standards، إن الطبيب يقدم للمريض أعلى درجات العناية الطبية ودائماً يلتزم بالإثيكال ستاندرز اللي عنده. زي شو؟ إنه يكون honest، صادق، integrity، نزيه، humility، يكون عنده إنسانية، ملتزم، يحترم المريض، ما يلتزم، يكون عنده إيثار، ما يبدي مصلحته على مصلحة المريض، يحترم الاختلاف بينهم، وأهم إشي كمان إنه يراعي خصوصيته، maintenance، confidentiality. نيجي نحكي عن commitment to the patient. commitment to patient في عنا الالتزام اللي هو الإيثار، هدول النقاط يعني مش غلط تكونوا عارفينهم، بس نفس الإشي بتقدروا تستنتجوهم. Altruism اللي هي الإيثار، compassion and caring الاهتمام والتعاطف، professional boundaries اللي هي الحدود المهنية، respect for diversity تحترم الاختلاف بينك وبين المريض سواء بالدين، بالعرق، بالثقافة، integrity and honesty يكون عندك نزاهة وأمانة. نقطة كتير مهمة تعرفوها، disclosure of physician limitation that affect care، إنه أنت لو إجاك مريض وأنت ما عرفت شخصه يعني التشخيص الصحيح أو ما كنت عارف الدواء أو أيا كان، ما تفتي من عندك، ما تعطي دواء ممكن يضره بالمستقبل، احكي ببساطة إنك أنت ما بتعرف، ممكن هو يشوف غيرك. confidentiality and its limits نفس المبدأ، إنه يحافظ على الخصوصية وأكيد يلتزم بالإثيكال بيهيفير، ممارسات أخلاقية. نيجي نحكي عن commitment to the society، للمجتمع. Demonstrate a commitment to society by recognizing and responding societal expectation in healthcare. زي ما حكينا قبل، المجتمع بتوقع منك كطبيب أفعال وتصرفات معينة أنت ما تخذلهم. أهم إشي تكون responsible، وهذا الحكي كله حكينا. نيجي على هذول commitment to the promotion of the public good healthcare، تكون مسؤول وتحاول تحسن وتطور الصحة العامة. social accountability يكون عندك حس بالمسؤولية المجتمعية. social contract in healthcare و societal expectations of physicians and the profession، إنه أنت
ما تبدي مصلحتك على غيرك، وطبعا ما تخذلهم وتحقق لهم الاكسبكتيشنز والتوقعات اللي هم كانوا يشوفوك فيه. والسوشيال كونتراكت بمعنى انه نفس اللي حكينا عنها فوق، اللي هي زي نظرية فلسفية. نيجي نحكي عن commitment to the profession، للوظيفة. هذا كل الحكي كله بحكي على نفس النقاط، فمش مستاهل نقرأ انه انت تكون accountable، مسؤول، تقوم بواجباتك، يكون عندك ethics، اخلاقيات وstandards ترتكز عليهم، تقدم الرعاية الصحية للpatient، ما تختلف خصوصيته، كله هذا حكينا ما في داعي له. نيجي نحكي عن هدول النقاط. commitment to patient safety and quality improvement، انه انت تحاول تقدم الرعاية الصحية العليا او احسن رعاية صحية للمريض. conflicts of interest برضو حكيناها، انه لما يكون في تعارض بين مصلحتك الشخصية personal والمادية مع مصلحة المريض، دائما مصلحة المريض هي اهم. medical legal framework governing practice، دائما انت اشتغل تحت مظلة القانون، ما تعمل اشي غير قانوني، زي المثال اللي حكيناه فوق عن مرأة حامل وبدها تجهض المريض، انت اشي غير قانوني تعطيها دواء تجهض المريض الا اذا كان بيأثر على صحتها. responsibility to the profession including obligations of peer assessment mentorship collegiality and support، نفس الاشي انه انت تكون responsible لهاي المهنة، تقيم زملائك، تكون متعاون مع الصفحة تمام. وآخر إشي commitment to self، لنفسك. إيش أنت، ثواني هلأ تمام، كيف أنت تكون ملزم اتجاه نفسك. the physician must be committed to lifelong learning، أنت تكون عارف إنه أنت رح تضل طول عمرك تتعلم، زي ما حكينا الطب دائما بتطور، العلم كله بتطور، لازم تضلك مواكب للأبديتس اللي بتصير، ما تضلك بس على نفس الأشياء اللي درستها من 20 ولا 10 سنين. medical knowledge حكينا عنها. the profession must strive to see that all its members are competent، لازم الكل يكونوا كفاءات، كل الدكاترة يكونوا كفاءات علشان نضمن انه الميكانيزمز الصحيحة هي اللي تصير، ونحاول نقلل من الأخطاء الطبية. طيب physician must be dedicated to continuous improvement for the quality of healthcare by not only maintaining clinical competence but also working collaboratively with other professions to reduce medical error، يعني انت دائما لازم تحاول تحسن من المنظومة الصحية، وممكن تتعاون مع دكاترة آخرين أو لناس من مهن أخرى، لحتى أنت بس مثلا الممرضين الصيدلي، لحتى تحاول تقلل من الخطأ الطبي وتزيد من البيشنت سيفتي والهيلث كير تمام. physicians must actively participate in the development of better measures of quality of care and the application of equality، نفس الكلام اللي حكيناه فوق. physicians both individually and through their professional association must take responsibility for assisting in the creation of implementation of mechanism designed to encourage continuous improvement in the healthcare، برضو نفس المبدأ، لازم دائما تكون انت تحاول تحسن من المنظومة الصحية، تكون مسؤول عن قراراتك، تحاول تقلل من الميديكال ايرورز، تزيد الفيشنت سيفتي. يعني هاي اشياء صراحة يعني انا برأيي ما في داعي تحفظوها بشكل حرفي، بكفي تفهموها. طيب main components of professionalism، في عنا 7 مكونات components للprofessionalism. أول واحدة حكينا عنها مليون مرة، altruism، اللي هي الإيثار، is the essence of professionalism. the best interest of the patients not self interest، أنت بهمك رغبة المريض مش رغبتك أنت، مصلحته هو مش مصلحتك أنت. is the rule contributes to the trust that is central to the doctor patient relationship، لما أنت المريض يكون متأكد إنه أنت ما رح تبدي مصلحتك عليه، رح تعطيه العلاج المناسب، تنصحه بالأشياء المناسبة له مش الأشياء اللي بتحقق لك ربح أكتر كدكتور، أكيد هذا الإشي بيعزز الثقة بينكم. market forces societal pressures، يعني لو كان في عندك ضغوطات مجتمعية مثلا إنه أنت تعمل عكس هذا الإشي ما بصير ترد عليه، لو الشركة مثلا المعينة اللي أنت تابع لها نفس المبدأ ضغطت عليك مثلا
تبيع دواء معين على حساب أشياء أو أخلاقيات الطب، أكيد لازم برضو ما ترد عليهم. accountability إنك تكون مسؤول، بحكينا بكل المراحل بتكون فيها، سواء للpatient للsociety للprofession أو yourself، لازم تكون أنت مسؤول عن هاي الإشي، ودائما تكون صادق مع المريض، ودائما تعطيهم الطاقة أو تشجعهم إنهم دائما يعملوا decisions في حياتهم والtreatment، ويخطوا هاي الخطوة مرات. يعني مثلا كثير مرضى بيكونوا خايفين مثلا من عمليات وعلاجات معينة. هذا كله نفس الحكي. excellence إنك تكون أنت شاطر متميز. إيش كمان حكينا عن الديوتي is the free acceptance of a commitment to service، أنت تقوم بواجباتك. وهون كمان بالإكسس ما حكينا عن conscientious اللي هو يكون عندك ضمير، ضميرك يكون صاحي، مش تاركه في البيت وجاي على المستشفى وتعمل أشياء غير أخلاقية. honor and integrity اللي هو يكون عندك نزاهة. respect for others، تحترم غيرك، من ممرضات، medical students، طلاب الطب، residents، المقيمين، subspecialty fellows اللي هم طبعا زملائك بالاختصاص أو بدرسوا الاختصاص العالي. justice، تكون عادل ببساطة، إنك تحاول تقلل من discrimination، التمييز بسبب العرق، بسبب الجنس، بسبب الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدين. أكيد هالأشياء أنت لازم تقلل، يعني تبعد عنها وتشجع غيرك يتركها يبعد عنها. طيب commitments as a professional medical student، كونك طالب طب، إيش الأشياء اللي أنت ملزم تعملها أو الأشياء المطلوبة منك؟ respect for professors, preceptors and peers، تحترم زملائك أو أقرانك، يعني خلينا نحكي الترجمة الحرفية، والدكاترة أو البروفيسورز اللي بدرسوك. respect for guest speakers and visiting patients، لو إجاك مثلا طبيب من مؤسسة تانية وإجا مثلا يعطي ندوة معينة لازم تحترمه، تحترم الزوار. respect for cadavers and anatomical specimens in the anatomy lab، بالأناتومي لاب لما تصير تشرح بجثة لازم ما تنتهك حرمتها، والعينات التشريحية لازم كل هذا تحترمه وما تنتهك حرمة إشي، يعني بس تعمل الإشي اللي بوصلك للتشخيص المناسب وما تعمل أشياء unnecessary غير مطلوبة أو غير مهمة. respect for the institution of which you are a part، أكيد لازم تحترم المؤسسة اللي بتشتغل فيها. respect for patients and their families at clinical encounters، أكيد لازم تحترم المريض وعائلته. respect for patient confidentiality، تحترم خصوصية المريض ما تطلع معلوماته. respect for all members of the healthcare team، تحترم الممرضات، الطاقم الطبي كله اللي بيشتغل معك، وتحترم administrative and support staff، زملائك، ودائما تحافظ على values تاعون البروفيشناليزم. طيب commitment as a professional doctor، لو انت دكتور ايش الاشياء اللي لازم تعملها؟ to professional competence، انك تعلم طلاب الاشياء الصح، مثلا شارك علمك. to honestly with patient، تكون صادق مع المرضى. to maintain confidentiality، حكينا عنها من شوي، تحافظ على خصوصيتهم وسريتهم. وبالمناسبة confidentiality رح تاخذوا عنها محاضرة بمادة المقدمة في البحث والبراهين الفصل الثاني إن شاء الله. تحافظ على relationship تكون طيبة بينك وبين المريض. improve quality of care، تحاول تحسن من الرعاية الصحية ومن اهتمامك بالمريض. تزيد برضو نفس المعنى هاي. to adjust distribution of resources، إنه أنت كمثلا كمدير أو كدكتور توزع المعدات بطريقة عادلة، مش يعني لقسم زيادة على حساب قسم تاني. وأكيد scientific knowledge، يكون عندك معرفة طبية، وتحافظ على الثقة بينك وبين المريض، زي ما حكينا إنه مثلا حتى لو كان في تعارض بين الانترست، رغبتك ورغبة المريض ومصلحتك، وأكيد لازم تبدي مصلحة المريض، وهذا الإشي بيساعد على بناء الثقة بينكم. وأكيد في عندك responsibility commitments زي اللي حكينا عنهم من شوي. طيب professionalism and social media، بس نشيك إنه لسه بيسجل. هلا ايش اثر السوشيال ميديا على البروفيشناليزم المهنيه؟ هلا الاشي الاكيد انه السوشيال ميديا سهلت حياتنا كتير، وخلت التواصل بين الدكاتره اسهل، بين المريض والدكتور، صار ممكن يحجز موعد، ممكن ياخذ نتيجه فحصه، سهلت على الدكتور مثلا يشرح لطلابه زي ما هلا احنا قاعدين ندرس اونلاين، فهي اشياء بتساعد. كمان as a healthcare provider you are advised to consider having two different profiles، one for
professional and the other for personal relationships. لما يكون عندك كدكتور حساب على السوشيال ميديا، يعني انت الناس بنصحوك او انت مفروض يكون عندك حسابين، واحد للبيرسونال لحياتك الشخصية، لعيلتك تشارك فيه احداث حياتك مع يعني عيلتك مثلا وقاربك واصحابك، وواحد بروفيشنال يعني مثلا ممكن تحكي عنه عن الحالات، عن الاشياء الجديدة في الطب، يعني يكون بخص عملك. Do not post anything that can harm your patient. ما بصير انت تنشر اي اشي ممكن يسبب الاذية للمريض، يعني زي مثلا تيجي تحكي على تنزل بوست انه اليوم زارني المريض مثلا اسمه احمد فؤاد عمره 30 سنة بيعاني من مثلا عنده جلطات مش عارف شو، وتقعد تشرح اسمه وعمره وجنسيته وتحكي عنه. هلا رح نحكي مثال، اكيد هذا الاشي مش بروفيشنال. يعني اذا مرسلين انا هدول كلهم حكيتهم. benefits of social media: information technology has improved both professionalism and the quality of care. اكيد زاد عن طريق electronic health records. social networks are re-engineering the way medical practitioners and patients interact. زي ما حكينا انه ممكن يحجز appointment online، وهذا الاشي فعليا موجود عندنا بمستشفى الملك عبدالله، المؤسس عبدالله، في application بنزل على التلفون تقدر عن طريقه تحجز موعد بالمستشفى بدل ما تصير تتصل على التلفون. واحنا ما شاء الله بالأردن بسرعة يعني بردوا على التلفون ومليون حدا يتصل والضغط على المؤسسات حاليا، فانت ببساطة بتنزل هالapplication وتحجز موعد online، لا بتغلب حالك ولا بتغلب حدا معك. كمان they can communicate directly with the doctor، يعني زي احنا طلاب بنقدر يعني كمريض وكطالب، كطالب بتقدر directly تتواصل مع دكتورك، وكمريض بتقدر تتواصل مع الدكتور لو مثلا في اشي ما عرفت تعمله، لو ما عرفت مثلا الدواء متى تاخده بالضبط، نسيت، صار عندك اعراض جانبية معينة. and obtain their personal test results، يعني لو عملت فحص دم مثلا مش لازم ترجع تروح على المستشفى لتاخد النتيجة، ممكن توصلك اونلاين. يعني الأونلاين سهل حياتنا كتير. هذا كله نفس لكن يعني هاي المحاضرة صراحة كلها بتحكي عن نفس الموضوع كله تكرار. patient disease self management، يعني ممكن مثلا زي اللي بياخدوا حقن أنسولين مرضى السكري، إنه خلاص يكونوا الدكتور يعلمهم كيف يحقنوا نفسهم بدل كل مرة يروحوا والممرضة تعطيهم إياه. public health dissemination، تنشر معلومات طبية وتوعي الناس. medical education consultations، تأخذ استشارات. organ donation برضو ممكن يساعد في موضوع اللي بدهم يتبرعوا بالأعضاء. patient education نفس المبدأ، أو كطلاب. hospital service information، ممكن زي اللي بدهم يحجزوا مواعيد إنه أنت بدل ما يرنوا على التلفون ممكن خلاص كل إشي يعني يصير أونلاين. طيب هون في عنا مثال وأتصور رح يجيبكم زي الدكتور. واحد نزل بوست على فيسبوك: لقد قمت اليوم بحمد الله باستئصال كامل للغدة الزعترية بواسطة المنظار للمريض الأردني شادي محمد حموري، المريض يبلغ من العمر 43 عام. يعني حكى اسم المريض وحكى عمره وجنسيته وشو عمله، وحتى كان انه حاط صورة للسبيسمن العينة اللي هي الغدة الزعترية اللي استأصلها. لكن هذا الاشي مش professional، so it's not professional post due to writing name, nationality and age of the patient, and because posting an image of the specimen of the patient without his consent، بدون ما تأخذ إذنه وتنشر عينته، هذا إشي مش صحيح ومش professional. هلأ هون هو إشي مش ضروري ولا إله معنى، بس إنه الدكتور كان حاكي وحاطه بسلايداته إنه عملوا زي research، بحث عن بتويتر على التويتس اللي بينزلوها الدكتورز، وقدي منهم نان بروفيشنال، فطلع معهم إنه 3% من التويتس كانت نان بروفيشنال. طيب lack of professionalism can appear if medical doctor shows، يعني متى ما بيكون عندنا مهنية. an abuse of power by، انه انت تسيء استخدام السلطة اللي عندك، عن طريق breach of confidentiality، تخترق او سرية المريض، تفشي معلوماته زي المثال اللي حكيناه فوق. bias and sexual harassment، انه انت يكون عندك تحيز لفئة معينة وتعمل تحرش. abuse with while interacting
interacting with patients and colleagues إنه أنت ما تتعامل بطريقة لبقة مع المرضى والزملاء. arrogance الغرور إنه أنت تكون شايف حالك وإنه أنت أهم واحد في العالم ومو أي حدا بيجي عندك. greed تكون مادي والmoney becomes the driving force إنه أنت وجودك بهاي المؤسسة بس بيعتمد على قد إيه أنت رح تاخد آخر الشهر. misrepresentation إنه أنت تضل المريض سواء إنك تكذب عليه ما تحكي له الحقيقة أو فرود الاحتيال تعطيه دواء مثلا معين بضره بس لأنه أنت بدك تبيع. impairment اللي هو يكون عندك إعاقة لا سمح الله يصير عندك إعاقة تنكسر رجلك يعني whatever. lack of conscientious إنه أنت ضميرك ما يكون صاحي تترك ضميرك في البيت تيجي على المستشفى تعمل أفعال غير أخلاقية. conflicts in interest حكيناها 3000 مليون مرة إنه يكون في عندك تعارض بين مصلحتك ومصلحة المريض. أكيد هذا الإشي غلط ولازم دائما تبدي مصلحة المريض. طيب how can we teach professionalism كيف ممكن الواحد يعلم هاي المهنية؟ أول إشي role modeling أنت كدكتور لازم تعلم طلابك البروفيشناليزم لازم أنت بالأول تكون قدوتهم وتطبق هذا الإشي مش تقولهم يعملوا إشي وأنت ما تطبقه. bedside teaching وstimulated patient تعلمهم عن طريق يا إما bedside teaching إنه يكون المريض قدامهم تعلمهم يعني على طول بشكل تفاعلي أو stimulated إنه يكون إشي online أو على النت أو افتراضي وما في patient أمامهم بالحقيقة. small group discussion تعملوا group بسيط تتناقشوا عن مواضيع البروفيشناليزم وتذكروا دائما we teach the ideal but our students learn from the real. الدكتور عليه يعطيك الوضع المثالي وأكيد أنت بعدين رح تتعلم تعلم من الحقيقة. كيف ممكن نقيم البروفيشناليزم؟ How can professionalism be assessed؟ إجا واحد اسمه جورج ميلر بال 1990 عمل لنا هذا اللي انتو شايفين الهرم لحتى نعرف كيف نقيم المهنية. في عنا زي ما شايفين 4 مراحل. أقل واحدة lowest level هي knowledge المعرفة اللي عندك إنه أنت مثلا عارف عن عملية معينة. knows how تعرف كيف تنعمل هاي العملية مثلا. shows تطبقها فعليا يكون عندك امتحان أو الدكتور يجي يشوفك إنه أنت تطبق هاي المعرفة اللي أنت اكتسبتها. does بمعنى إنه أنت تنحط بهذا الموقف وتعملها ويكون تصبيقك إلها صحيح. إذا ميلر distinguished between action dose الأعلى وحدة واللور levels action focusing on what occurs in practice rather than what happens in the artificial testing situation. يعني إحنا هون ركزنا على إيش اللي بده يصير عمليا مش اللي رح يصير بالامتحانات زي اللي إحنا بناخدها. طبعا دائما assessments تستهدف الـ highest level اللي هي does بين إنه knowledge يعني امتحانات البيسك طلاب البيسك أول 3 سنين يعني target أو بتستهدف الـ knowledge معرفتك. بعدين الـ does اللي هي المرحلة الكلينيكال زي مثلا الـ OSCE وميني OSCE إنه تشوف أنت كيف ممكن تطبق هاي المعرفة اللي أنت اكتسبتها. طيب other common methods of assessment زي اللي احنا عندنا بالجامعة multiple choice questions زي اللي بنمتحنها احنا بكل سنين البيسك وفي الكلينيكال examination زي ما حكينا OSCE وميني OSCE اللي بيمتحنوها طلاب الكلينيكال سنة رابعة وخامسة وسادسة. إيش كمان underlying this distinction in the sensible but still unproved assumption that assessments of actual practice زي ما حكينا إحنا بهمنا البراكتس أهم من النولج. شو فائدة النولج إذا أنت مش قادر تطبقها وترجمها لبراكتس. how can we assess professionalism كيف كمان ممكن نقيم ال المهنية peer evaluation إنه أنت تقيم ال زملائك. patient feedback surveys ممكن تعمل زي استبيان تشوف الفيدباك أو ردة فعل أو رأي المرضى. staff members evaluation نفس مبدأ peer evaluation. professionalism portfolio هي أهم واحدة إنه أنت تقيم نفسك. نيجي لآخر إشي بهاي المحاضرة كلها evaluation results are divided into في عنا ثلاث لما نعمل evaluation في عنا ثلاث أشياء ممكن نعتبرها errors. في عنا أول إشي minor من اسمها minor يعني ما إلها أهمية أو ما بتأثر وما بتتطلب تدخل supervisor زي مثلا لما the students fall asleep on a stretcher in the hall of the hospital طالب كان ميت تعب وراح نام يعني إيش رح يصير يعني ما فيش إشي مهم أو بيستدعي تدخل أي طرف. major error
يعني serious consequences زي إيش؟ يعني when student does not answer his pager from the emergency room، يعني أنت قاعد ويجي واحد من الطوارئ موظف يحكي لك يا فلان تعال عندنا حالة طارئة وأنت تطنش، أكيد هذا إشي اسمه major error. critical events اللي هي أعلى إشي اللي هي serious sequence وبتتطلب immediate action by supervisor، بتتطلب تدخل سريع ومباشر من المنسق أو الدكتور المسؤول عنك، زي مثلا لما student hitting a patient أنت والمريض قعدتوا تتقاتلوا وصرتوا تضربوا بعض، فأكيد هذا الإشي بتطلب تدخل السوبرفايزر. To conclude, you have rights and duties as part of this team. يعني أنت كجزء من هذا الفريق والطاقم الطبي عندك حقوق وبنفس الوقت عليك واجبات. Central to your care is your patient. يعني أنت محور اهتمامك وتركيزك لازم يكون المريض. Not your ego مش غرورك and not your bank account ولا حسابك البنكي أو يعني بمعنى إنه الراتب اللي أنت رح تاخده آخر الشهر. هيك بنكون وصلنا لآخر المحاضرة، بتمنى إنكم تكونوا فهمتوا على الشرح، وزي ما حكيت لكم بالأول إنه اعتمدوا الفهم بعدين الحفظ. إذا كنتوا فاهمين رح تكونوا إن شاء الله تحلوا بسهولة وما رح تتغلبوا مع الحفظ البسيط جدا للأشياء النقاط اللي بدها حفظ. موفقين، وأي سؤال أو استفسار عندكم إحنا رح نجاوبكم على قناة التليجرام.